السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم سادتنا المشاهدين مشاهدي قناة الأيام الفضائية أينما كنتم، وإلى هذه الحلقة والتغطية الخاصة من اليمن. سادتنا المشاهدين، في هذه الحلقة ومن هذه الساحة التي سيتجمع فيها مئات من اليمنيين وعدد من الساحات والمعسكرات اليمنية التي سيجتمع فيها آلاف من اليمنيين في نفير شعبي واسع، وذلك استعدادا للمشاركة في المعركة الكبرى ضد الصهاينة وأدواتهم في اليمن والأمريكان والبريطانيين كما يقول اليمنيون. هي مظاهر شعبية يمنية مسلحة يستعد ويتحضر من خلالها اليمنيون. عبر كاميرا قناة الأيام سننقلكم مشاهدين الكرام لنستعرض معكم أبرز مظاهر هذه الاستعدادات والتحركات الشعبية اليمنية نصرة لفلسطين ودعما لمقاومة غزة الأحرار. لكن قبل الخوض في كل هذه التفاصيل، اسمحوا لي برفقتكم أن نبقى مع هذا الفاصل القصير لنعود بعده، فكونوا بالقرب. لبيك وعدك تجلى والخلاص اقترب، زمان كشف الحقائق والسواد ارتدب، يا موج ساحل تهامه ولبحر العرب، لو فاضك لك من المنداب وضم الجنوب، صبرت وصبر حكمه قبل نار الغضب، تشبث من تبدب ضعاف الغرب، الخط ذير بطل خوخه بساح العصب، براس عيسى لدول العالم المستكبر وعلى رأسها أمريكا رأس الشر، أننا شعب لا يمكن أن يسكت على الظلم وعلى قتل الأبرياء في غزة وفي فلسطين. نحمد الله أن وفقنا بقيادة قرآنية شجاعة عملاقة لا ترضى بالهوان ولا ترضى بالقعود ولا ترضى بالسكوت، فإن استعداداتنا وتحركاتنا من أول يوم بدأت في عملية طوفان الأقصى كان هناك مشاركة وتنسيق مستمر مع قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وتوعية المجتمع وحث المجتمع على إقامة الدورات العسكرية لدورات طوفان الأقصى الذي يسمى دورات طوفان الأقصى الحشد الشعبي اليمني. فقامت هذه الدورات ونحن مستمرون على هذه الدورات من خلال التوعية الثقافية والتوعية العسكرية، كذلك من خلال التوعية الاجتماعية، ومن كذلك من خلال دفع المقاتلين إلى الدورات القتالية العسكرية، وكذلك دورات طوفان الأقصى الشعبية ودورات حملة طوفان الأقصى بالإنفاق وبالتحرك الجاد وتوعية المجتمعات، تحرك كبير وجاد. الجوزية على أرقى مستوى وأرفع مستوى، أصلاً شعب الإيمان وشعب الحكمة إنما يحتاج إلى المتابعة والتحفيز والتشجيع، وإلا ففيه الإيمان الواسع وفيها الحكمة التي هي منذ عصور قديمة، وفيها المواقف المشرفة وفيها المناصرة لأحباب آل البيت في كل مرحلة. فالجهوزية في الجانب الشعبي على أرقى مستوى في الذروة، جهوزية في الجانب المادي حتى لو طلب السيد عبد الملك أن نعطي من قوتنا لشعب فلسطين لفعلناها ولما ترددنا،
ولو طلب منا أعظم من ذلك أن نبذل أنفسنا وأموالنا لبذلناها. أما بالنسبة للجانب العسكري فهناك الجهوزية الرفيعة والعظيمة، فهناك التكتيك العسكري، وهناك التعليم على الغزوات، وهناك البنيان المرصوص، وجميع استخدام الأسلحة والغزوات والمناورات وكل الأساليب التي تيأس العدو أن يجتاز أي خط، سواء الجانب العسكري أو الجانب الشعبي أو حتى الأشبال. الشعب اليمني بأكمله لام وجاهز ونعم، وهو كل مدرب على السلاح، ولقد قام السيد حمد الله بتوجيه الشعب اليمني بعمل دورات تسمى دورات طوفان الأقصى، عملوا فيها على الاستعداد والقتال والخروج ليوم النذير العالمي الذي سيكون إن شاء الله نصر الشعب المظلوم الذي في فلسطين وفي كل الدول المظلومة، وستنتصر هذه الشعوب وتثبت للعالم أن أمريكا ليست إلا قشة كما قال السيد حسين سلام الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله القوي القاهر والمعين الناصر، بسم الله فتحا قريبا ووعدا وبيلا، وعلى الأعداء عذابا وخزيا وتنكيلا وسجيلا، والحمد لله رب الوعد المفعول القائل في محكم كتابه الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، والقائل وعلي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى والأستاذ العلامة محمد مفتاح مستشار المجلس السياسي الأعلى ورئيس اللجنة الوطنية لحملة طوفان الأقصى، والشيخ محمد حسين المقدشي مستشار المجلس السياسي الأعلى، والإخوة وكلاء المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشورى، والمشايخ والقيادات العسكرية والقيادات الأمنية، والحفل الكريم الحضور جميعا كلا باسمه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حفل تخرج دفعة طوفان الأقصى، الدفعة الأولى من الدورات العسكرية المفتوحة في هذا العرض الشعبي التعبوي دفعة طوفان الأقصى. بعد الإعداد والاستعداد وعلى درب الأقصى ولأجل قضيتها المقدسة، جند مجندة للسيد القائد تعد وتستعد وتستعرض النواة الأولى لمئات الآلاف من مجاهدي شعبنا اليمني المؤمن العظيم. قوات ارتشفت من هدي القرآن، وجاءت ثمار اليوم بأبنائها من قوله تعالى: وحرض المؤمنين على القتال، أتت بمقاتليها متسلحين إيمانا وبارودا، يزأرون بأسا يمانيا عبوسا قمطريرا، ينسف طغيان أمريكا وإسرائيل نسفا، فيذر بعون الله استكبارهم قاعا صفصفا، لا يرى منه العالم بعدها لهم راية، ويدوسون بأقدامهم الطاهرة كل كبر أمريكا. طائفة المعنويات، خلي بالك على الأخوة المجاهدين، عندما نعطي الأوامر بكتف سلاح كل مجاهد يوضع سلاحه على كتفه الأيسر، واضح يا رجال؟ عندما يعطى الأمر بكتف سلاح كل مجاهد يرفع سلاحه على كتفه الأيسر، واضح يا مؤمنين؟ وعلينا الالتزام والاستمرار، سيستمر العرض إلى خارج المعسكر، سيستمر العرض إلى الشارع العام، على الجميع الالتزام والتسليم يا رجال، واضح يا مؤمنون؟ الكل استريح،
شغل يا رجال، شغل قدمه تمام. استعد، صوت اقوى. كيف المعنويات؟ الكل يوقف ثبات، تقديمة تمام. الكل الكل ستوري استعد، خلاص تموت. الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى المجاهد محمد علي الحوثي، انطلاقا من قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وتنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بإقامة الدورات العسكرية المفتوحة، وبمناسبة تخرج الدفعة الأولى دفعة طوفان الأقصى كتائب رمزية من قوات التعبئة العامة على أتم الجهودية والاستعداد لمساندة المجاهدين في فلسطين وللالتحام المباشر مع كيان العدو الصهيوني وجاهزة للاستعراض. أستاذن ببدء العرض، مقدم البلوغ قوية العرض. طليعة مئات آلاف المجاهدين الأبطال، وعد السيد القائد يحفظه الله لمؤازرة ومساندة الإخوة المجاهدين في فلسطين، ها هم اليوم يستعرضون متأهبين ومستعدين في جهوزية عالية واستعداد قتالي أعلى من أجل الالتحام مع العدو الصهيوني، بعد أن أهلوا أنفسهم وتدربوا خلال الدورات العسكرية المفتوحة، وبرغم وقتها إلا أنهم قد استفادوا الاستفادة الكبرى، وهم يترجمون ما تلقوه من معارف دينية وثقافة قرآنية وخبرات قتالية في ميدان الاستعراض اليوم. هنا في مقدمة العرض وطليعته المصحف الشريف، هذا الكتاب المبارك العظيم الذي صنع هؤلاء الرجال الأبطال ثقافته العظيمة. بثقافته العظيمة التي صنعت عزائم هؤلاء الأبطال ومعنوياتهم العالية وإباءهم الوثاب، ها هم اليوم حملوا روحية القرآن ومعارف القرآن وترجموا ثقافته الجهادية العظيمة واقعا نعرضه اليوم، وسيرى الأعداء لظاه ويصلون بأس هؤلاء المقاتلين. إلى جانب القرآن قرناؤه هداة الأمة وقاداتها وفخرها وعزها، كيف لا، وهم من تصدروا المشهد اليوم
في مؤازرة قضايا الأمة ومناصرة الشعب الفلسطيني المظلوم. الإخوة المجاهدين الأعزاء، قوات التعبئة، القوات المستعرضة، الرجاء ترديد هذه الهتافات معنا بشكل موحد، ترديد هذه الهتافات بشكل موحد. جاهزين جاهزين يا سيدنا جاهزين. جاهزين جاهزين يا سيدنا جاهزين. هذه القوات التي تعد من أجل خوض الصراع مع رأس الطغيان والكفر العالمي، مع العدو الأمريكي والإسرائيلي، قوات تربت تربية القرآن وحملت روحية الإيمان، قوات تملك من البأس العظيم ما سيفتك وينسف ويعصف بأمريكا وإسرائيل. قوات التعبئة بمحافظة دمار في هذا العرض الشعبي التعبوي، الدفعة الأولى من خريج الدورات العسكرية المفتوحة، دفعة طوفان الأقصى التي تعبر عن الطوفان اليمني القادم الذي سيلتحم مع إخوانه المجاهدين ليسطروا أروع الدروس وأنصع صفحات التاريخ التي سيكتب فيها زوال العدو الإسرائيلي بإذن الله.
وكما تعطشنا وكما ترددنا في قتل المنافقين في كل جبهة، وكما ارتحنا واطمأنينا واطمأنت معنوياتنا ويحب قلب قلوبنا بتنكيل المنافقين في كل جبهة، نحن متعطشون ومتشددون لقتل وإحراق الأمريكيين والإسرائيليين كشوقنا لشرب الماء، كشوقنا لشرب الماء. ونقول رسالة من هذا المكان ومن هذه الساحة التي دعانا ابن رسول الله، نقول يا ابن رسول الله والله أننا ما نكون بجنبك إلا كما كان أجدادنا بجنب جدك رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فكما الأعداء مدنهم أجدادنا درسا في كل ميدان وفي كل جبهة وفي كل موقع، نحن لهم بالمرصاد. والله أن صواريخك البالستية وأننا طيرانك المسير وأننا بارجتك البحرية وأننا صواريخك المجنحة التي ستدك حصون الأعداء. ونقول للأعداء الملاعين المنافقين، أنتم ستتورطون بحربكم مع أبناء الشعب اليمني الذي هو شعب مسلح، شعب معطاء، شعب يحب الموت كما أنتم تحبون الحياة، فإننا لكم بالمرصاد. سنكسر حصونكم ونحرق مدرعاتكم ونشردكم من بيوتكم ونتبر ما علينا تكبيرا. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليهم، النصر الإسلام. لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى. يا حمدي.
نقول لأبناء غزة لستم وحدكم، والشعب اليمني قاطبة معه بجيوشه وبجنوده وشعبه المناضل، كل الشعب اليمني معكم والشعوب العربية الحرة معكم يا أبطال غزة، ونحن معكم حتى تنتصروا أو نستشهد في سبيل الله، وستنتصر راية الحق بإذن الله. ونقول لأمريكا الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة اليوم، النصر لإسرائيل. لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى. صلى الله، 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 يا سيدنا صلى الله، جاهزين جاهزين، وجاهزين جاهزين، الأمر السيد منتظرين، أرجع للجميع كيف المعنويات؟ جميعا بأصوات كتب الله أجر الجميع باسم الرحمن بارك، بسم الله بسم الله، باسم الرحمن بارك، بسم الله بسم الله، على الله كل ناطقة بالله، نتقدم على خط النار، أمر السيد باستمرار، نتقدم على خط النار، أمر السيد باستمرار، الجبار نعزم دور الاستكبار، يا قدس يا قدس، جند الله قادمون، يا قدس، جند محمد قادمون، يا قدس، جند السيد قادمون، فوضنا فوضنا يا قائدنا، فوضنا 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 يا قائدنا، فوضنا 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 يا سيدنا، فوضنا جاهزين جاهزين، ربطنا جاهزين، قادمين قادمين، ربطنا قادمين، جند محمد قادمين، جاهزين جاهزين، ربطنا جاهزين، يا غزة يا غزة يا قوتنا والعزة، جاهزين جاهزين، يا صهيوني يا إسرائيلي، جاهزين جاهزين، بالروح بالدم نفديك يا أقصى، لبيك يا أقصى،
الجميع كتب الله مؤشركم. كتب الله أجركم بأعلى صوت. قولوا بأعلى صوت يا أمريكا الموت الموت، قولوا بأعلى صوت يا إسرائيل الموت الموت، قولوا بأعلى صوت يا إسرائيل الموت الموت. سيدي يا ابن طه يا العالم يا المظفر، كل معنى لك كتايب وفوضناك فوضناك يا بيتنا فوضناك. عملية سلولين باخدة السرعة والمباغضة الابتكاء، جو عندنا ناس مسارعة للاستهداف العدو، يجوا احنا بنتنقل بسرية تامة كل المجاميع الميسرة والقلب والميمنة، يجوا تقرب الى اماكن العدو دون ان يشعر، والحذر انه بيجي معاه احتمالات انه معاه احد الالقاء معاه مسارس امامية في التبة، يجوا عند ما تتقدم المجاميع يتقدم بكل حذر عند ما ينتشروا الاسناد القريب معنا الذي هم منتشرين في التبة معنا بعشرة ومعنا ال 12 في التبة ميمنة الميسرة البي عشرة على الاسناد البعيد، كذلك معنا الاسناد القريب اللي هو على الشيكي والاثنين الشياتي ومعنا ار بي جي. مسافة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا أقصى، يتم تمشيط بالاسناد البعيد خلاص. انتم بتفتحوا القوه القريبه للطباق بتفتحوا المناوره. مش تي اشاره بنا اسناد القريبه هو احنا بنجيكم اشاره معنا جهز بنسمع معك. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الله اكبر. الموت امريكا، الموت اسرائيل، الله الناس الاسلام، لبيك يا اقصى، لبيك يا اقصى، لبيك يا اقصى. هو يا استاذ بس تقول لهم ابي يطلعوا نصرة لإخواننا في غزة واستعدادا لخوض معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. لبيك يا أقصى. الله أكبر. أكبر أكبر.
اللعنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أن العمل الذي نقوم به في الشعب اليمني قاطبة هو استجابة وامتثالا لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللقيادة الثورية بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. نحمد الله أن وفقنا بقيادة قرآنية شجاعة عملاقة لا ترضى بالهوان ولا ترضى بالقعود ولا ترضى بالسكوت. فإن استعداداتنا وتحركاتنا من أول يوم بدأت في عملية طوفان الأقصى كان هناك مشاركة وتنسيق مستمر مع قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وتوعية المجتمع وحث المجتمع على إقامة الدورات العسكرية لدورات طوفان الأقصى الذي يسمى دورات طوفان الأقصى الحشد الشعبي اليمني. فقامت هذه الدورات ونحن مستمرون على هذه الدورات من خلال التوعية الثقافية والتوعية العسكرية، كذلك من خلال التوعية الاجتماعية، وكذلك من خلال دفع المقاتلين إلى الدورات القتالية العسكرية، وكذلك دورات طوفان الأقصى الشعبية ودورات حملة طوفان الأقصى بالإنفاق وبالتحرك الجاد وتوعية المجتمعات تحرك كبير وجاد. مناورات عسكرية حقيقية، ماذا تهدفون من خلال هذه المناورات؟ وما أهم تفاصيل ما يحدث داخل هذه المناورات؟ ومن هم الذين يشاركون في هذه المناورات العسكرية؟ بالنسبة للمناورة العسكرية هي نموذج أو تقديم نموذج حول الأحداث الأخيرة وحول المواقع نفسها للإسرائيلي للجهوزية العالية للجيش الوطني، جهوزية على أرقى مستوى. يقولون للإسرائيلي إذا لم يكف عدوانه وجرائمه على إخواننا في غزة فأنها ستكون عواقب الأمور وخيمة، ولا يمكن أن يتراجع الشعب اليمني، وقد رأوا في مناوراتهم الاستعداد الكامل والجهوزية الكاملة بالنسبة للجو والنسبة للبر والنسبة أيضا للبحر، فهناك الجهوزية الكاملة. ورسالتنا في الأخير للسيد المولى أن شعب الإيمان والحكمة بجيشه ولجانه ونسائه ورجاله وأطفاله جاهزون تحت أمرك، لو تضربنا البحار، لو تضربنا القارات، لو تحركنا إلى أقدار هذا العالم لما تخلف رجل ولا حتى شبل من أشبال هذا اليمن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآل محمد. نحن اليوم في هذه الميادين المقدسة نطبق قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والإعداد الذي هو يستجيبه الله سبحانه وتعالى هو لأولئك المعتدون الظالمون قتالين الأطفال والنساء. ونحن في تخرج هذه الدفعة المباركة
دفعات طوفان الأقصى، نتوعد العدو الإسرائيلي بأننا سوف نأتي إليه زحفا على أيدينا وأقدامنا إن لم نستطع، فبذلك نستجيب لله ونستجيب لرسوله ونستجيب لأعلام الهدى، ونقول للعدو والله والله إنك لن تهنى بهذه الحياة بعد تلك الجرائم حتى ننكل بك أشد تنكيل. وأنت تعلم من هم أنصار الله، هم أولئك الذين استجابوا لنبي من الله سبحانه وتعالى عيسى بن مريم، وهم أولئك الذين يستجيبون لولي الله السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي. ونقول لكم أيها الأعداء، أيها اليهود، إن الذي دق حصن خيبر وفتح الأبواب هو نفسه اليوم الذي سوف يدق على أبوابكم ويفتحها لأولئك المستضعفين من سفكتم دماء أطفالهم ونسائهم. ونحن بإذن الله لكم بالمرصاد، نحن وجيشنا ورجالنا وبنادقنا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولن يخيب الله ظننا، والله حسبنا ونعم الوكيل. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى. نحن قبائل حضرنا إلى هنا لإدى هذه المناورة لردع العدو الإسرائيلي والصهيوني والأمريكي الذي أراد الإبادة للشعب الفلسطيني، فنحن له بالمرصاد. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى. وبهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا وتغطيتنا لهذا الأسبوع، وإلى أمل الملتقى في تغطية قادمة من اليمن. تقبلوا مني أنا عبد الولي البخيتي خالص التحايا، دمتم في أمان الله.